ربيع عام 2000، الشباب الصربي الغاضب يعلن حرب اللعنف ضد رجل يقولون إنه سرق أجمل 10 سنوات في حياتهم. ذلك الرجل يدعى سلوبودان ميلوزوفيتش ويعرف باسم سلوبو، وهو محبوب لدى أصدقائه في الحزب الاشتراكي، ولكن سلوكه اللطيف فيه خدعة، فهو معروف أيضا بأنه أشد الطغاة الدموية في أوروبا وجزار البلقان. جر ميلوزوفيتش بلاده إلى الحرب في كرواتيا والبوسنة وكوسوفو، وجلب التطهير العرقي ومعسكرات الاعتقال. جلب البطالة والفقر والفساد والاضطهاد والخوف. في عام 98 بدأ ميلوزوفيتش في طرد الألبان من كوسوفو، محولاً حوالي 1,000,000 منهم إلى لاجئين. كان هيجان الغرب على مجزرة ارتكبت ضد مدنيين في أوائل عام 99 قد مهد الطريق أمام قيام الناتو بحملة قصف ضخمة. لقد استمر سقوط القذائف 87 يوما، وبتكلفة بلغت 3 بلايين من الدولارات. تلك المعاناة وحدت الكثير من الصربيين وجمعتهم حول ميلوزوفيتش. ففيما أجبره القصف على سحب قواته من كوسوفو، إلا أنه ظل يقاوم متبجحاً بأنه تغلب على تهديدات الناتو وبقي صامداً. لم يكن يهمه كم من الضرر لحق بجيشه وبشعبه، كل ما همه أن يبقي السلطة في يده، وفي النهاية كان واضحاً أن القصف قد أحكم من قبضته على السلطة على المدى القصير، ربما ساعد على تقويض سلطته على المدى الأبعد، ولكن فكرة أنه سيقلق بسبب الضرر العسكري كانت هراء، فلم يكن ذلك ليقلقه. ومع ذلك كنت أسمع كثيراً في وزارة الخارجية الأمريكية أنه لن يستجيب إلا للقوة. بعد القصف خرج آلاف المحتجين ضد ميلوزوفيتش إلى الشوارع يقودهم الطلبة. لم تجد قوات الأمن صعوبة في التعامل معهم، وعلى الرغم من عزيمة المحتجين وخروجهم للتظاهر يومياً، إلا أنهم لم يشكلوا تهديداً جديداً للنظام. غير أن هناك مجموعة في المعارضة لم تكن قانعة بالاحتجاج، لقد عملوا بهدوء مستهدفين أساس سلطة ميلوزوفيتش، أي عامة الناس الذين كانوا حتى الآن يخشون معارضته. شعارهم هو قبضة اليد، واسمهم أتبور، أي المقاومة باللغة الصربية. مضى على وجود أتبور المقاومة عام كامل، ولكنها أخذت تنمو بسرعة في أعقاب قصف الناتو. تشكلت أتبور من حوالي 20 من الطلبة النشطين، ولم يكن لها مكاتب. كانوا يعملون بمبالغ صغيرة ويجتمعون في المقاهي ويتواصلون بالهواتف النقالة. كان بعضهم قد اعتقل وكانت الشرطة تراقبهم عن كثب. لدينا تاريخ طويل من حركات حرب العصابات التي كسبت السلطة في هذه البلاد. عندما أقول حرب عصابات فلا أعني العنف، بل فقط أعني قيادة سرية وشكلا من السريات في الأمر. منظمة أوتبور على هذا الشكل، وحتى أن طلب الانضمام إليها أشبه بالانخراط في الجيش، ولكنه جيش يحمل رسالة. كان عددهم صغيراً، ولكنهم خلقوا انطباعاً بأنهم منظمة عريضة، وكانت منشوراتهم الشديدة السواد والبياض تعزز شعاراتهم الصريحة: اهزموا النظام، المقاومة لأنني أحب صربيا، الحرية.
أصبحت القبضة والشعارات في كل مكان كبرهان على أنه من الممكن معارضة ميلوزيفيتش. انقسم سياسي المعارضة الصربية في محاولتهم للاستفادة من الاستياء الشعبي بعد القصف. زوران جينجيتش يرأس الحزب الأفضل تنظيمياً، ولكن هناك أكثر من 20 حزباً سياسياً، وقد فقد معظم الصرب الثقة في السياسيين. الكثير جداً من الناس في صربيا سيقولون أن كل القادة السياسيين فاسدون. أنا لا أثق في أحد، أنا لا أثق في جينجيتش، أنا لا أثق في كوشتونيتسا، أنا لا أثق في أحد. لقد كان هذا أحد أسباب نجاح ميلوزوفيتش طوال هذا الوقت، لأن الكثيرين سيقولون حسناً إن لم يكن ميلوزوفيتش فمن سيكون؟ من سواه؟ وجاء هؤلاء الفتيان والفتيات من أوتبور ليقولوا لا، دعنا ننتهي من ميلوزوفيتش أولاً، فهذا مهم. كان نشطاء أوتبور واضحين تماماً في أنهم لا يسعون إلى منصب، وللمحافظة على حرية تحركهم والإبقاء على صورة نقية بعيدة عن الفساد، رفضوا الانحياز إلى أي من الأحزاب السياسية الصربية، ولكنهم لم يترددوا في قبول المساعدة من خارج البلاد. بعد تشكيل أوتبور بوقت قصير، كانت لهم لقاءات بمسؤولين دوليين بمن فيهم أمريكيين. جميعنا شعرنا بالموهبة والقدرات الهائلة في أوتبور، وهم قد وضحوا أنهم يريدون أن يكونوا في نظر العالم كمؤسسة صربية، أي يوغوسلافية في الأساس، وليس أداة في يد الغرب. لقد احترمنا هذا واعتبرناه رأياً ذكياً. لذلك منذ البداية رأينا في أوتبور درجة من الحماسة والموهبة بهذا المعنى السياسي المشجع والجدير بما يمكن أن نقدمه له من دعم. ساهمت المساعدات الأمريكية الخارجية المخصصة لدعم الديمقراطية في أوروبا الشرقية في تغطية نفقات أوتبور. لقد كانت أفعالهم التي تسمى إلهاماً هي من صنعهم، وفي يوم ميلاد ميلوزوفيتش قاموا بصنع كعكة. وفي وقت خسوف القمر دعوا المتسوقين في وسط المدينة إلى مشاهدة الخسوف الذي يريدونه. كان كل ما نفعله يتضمن شيئا من الدعابة، لأنني عندما كنت أمزح أنت تغضب، أنت دائما تظهر بوجه واحد فقط، وأنا أعود من جديد بطرفة أخرى وبفعل آخر وبرسالة إيجابية أخرى إلى الجمهور العريض. هذه الطريقة كسبنا الطرف الثالث في القضية الشعبية عامة الناس، وهو الطرف الهام للغاية. أوتبور تدعو بلغراد إلى حفلة رأس السنة. موسيقى الروك غير محبذة لدى النظام، ولكنها بما تحمله من إشارة ضمنية إلى التمرد والمقاومة كانت العلامة المسجلة لأوتبور. ومع انتصاف الليل وبدلاً من الاحتفالات التقليدية، عرضت أوتبور أسماء وصور لصربيين قضوا في حروب ميلوزوفيتش. جاءوا إلى هنا طلباً للمتعة، فقدمنا لهم عرضاً قبل منتصف الليل. أما بعد منتصف الليل فقد عرضنا لهم على شاشة كبيرة الفيلم المأساوي عن القتلى واللاجئين وكل الأمور السيئة، وقلنا أنه لا يوجد ما يدعو للاحتفال. عودوا إلى منازلكم وفكروا فيما يجب عمله حتى يكون لدينا في رأس السنة القادمة سببا للاحتفال. ولكن العبارة الرئيسية كانت: هذه هي السنة الألفية الثانية، هذه هي السنة الهامة، وفي هذه السنة
يجب أن تنتصر الحياة أخيراً في صربيا. بعد شهر عقد الحزب الاشتراكي الصربي مؤتمره الخامس لإعادة انتخاب رئيسه. Slobodan Milosevic, kandidat za predsjednika socijalističke partije Srbije, dobio 2308 glasova. النخبة الحاكمة في صربيا ليست إلا بقايا من الشيوعية على الطراز السوفيتي. الآن أصبح اسمهم اشتراكيين، ولكن طرائقهم القديمة لا تزال قائمة. ميلوزوفيتش يكافئ المخلصين ويعاقب العصاة، وإعادة انتخابه ليست إلا ديمقراطية مزعومة لا تخدع أحداً. في الطرف المقابل من المدينة في المساء ذاته، أقامت أوتبور صورة ساخرة من تمثيلية الاشتراكيين، وهو ما أعلن عنه كأول مؤتمر لأوتبور. جذب الاجتماع قادة أحزاب المعارضة الرئيسية وبعض الصحفيين الذين قبلوا بمخاطرة أن تتم محاكمتهم بتهمة الدعاية لتنظيم غير قانوني. Samim tim što smo postali najproganjanija politička grupacija u Srbiji, samim tim te sile priznale su da je otpor i sam postao sila. لم يحط قمع الشرطة من عزمهم، وأدت الاعتقالات الأخيرة إلى زيادة في العضوية. Danas imamo otpor u preko 70 gradova u Srbiji. قدمت أوتبور النشطاء في كافة أنحاء صربيا طارحة نفسها كحركة وطنية. لقد فعلنا كل شيء كما لو كنا حركة ضخمة. عقدنا مؤتمراً كما لو أننا، لا أعرف، نغطي كل صربيا. وبعد المؤتمر غطينا كل صربيا. لقد قلنا إننا حركة شعبية، مع أننا كنا لا أكثر من شلة من الطلبة، ولكننا بعد ذلك أصبحنا حركة شعبية وانضم الجميع إلينا. اعتمدت استراتيجية أوتبور في التعبئة لصفوفها على العلاج بالصدمة، فقبضة اليد والزي كل ذلك كان بهدف توجيه الانتباه وليس للدلالة على أي توجه شرير. Uzivam u slobodi i svakog dana mi je treba sve više i sve više želim. Ja sam izdajnik. كانوا يملكون حماسا هائلا. كان لدى هؤلاء الفتية اندفاعا فوق العادة لعمل شيء ما، ولكن كان هناك آخرون في مناصب رسمية يبدون بعض القلق من ذلك. هل يريدون فعلا أن يبدو التأييد لطلبة معارضين شعارهم قبضة اليد؟ ذلك يتجاوز الحد قليلا بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة، أنهم في النهاية اقتنعوا بأن هذه فكرة جيدة. وإذا تحدثت إلى فتية أوتبور لأدركت أنهم ليسوا فتية مجانين، بل أناس أرادوا أن يكونوا أحراراً. Uzmite se u pamet vi gospodo, jer i đavo je u Srbiji odneo šalu. Prekinite sa nasiljem, prekinite sa progonima, prekinite sa represijom, prekinite sa državnim terorizmom. الآن هناك مكتب لأوتبور في بلغراد، شقة من ثلاث غرف أعارها أهل أحد النشطاء. أوتبور واحدة من بين أكثر من 10 مجموعات من المعارضة الصربية التي تتلقى الأموال من أمريكا وأوروبا لدفع ثمن آلات التصوير والهواتف والبريد وخدمات الإنترنت. أنشأت أوتبور موقعاً على الإنترنت حتى قبل أن يكون لها مكتب. عرضوا مطالبهم ومبادئهم باللغتين الصربية والإنجليزية، إزاحة ميلوزوفيتش من خلال اللاعنف والانتخابات الحرة والديمقراطية. جدول أعمال أوتبور محلي الصنع،
ولكن ليس سراً أن التمويل الأمريكي والأوروبي قد ساعدهم على نشر رسالتهم. في أواخر الشتاء جعل التمويل الأجنبي أوتبور عرضة للتهديد، ولكن عندما قال ميلوزيفيتش إن أوتبور دمية أمريكية أدركوا أنهم أصبحوا يملكون فاعلية. الناس في هذه البلاد لا يحبون دائماً أن يجري ذلك بشكل علني، وهذا أمر يمكن فهمه أيضاً، ولكن ذلك يختلف كثيراً عن البرنامج السري. فلم تكن هذه برامج سرية بل برامج علنية، ولم تكن تهدف إلى الإطاحة ببيلوسوفيتش بل إلى بناء أسس مجتمع ديمقراطي. لا يقتصر الدعم الأجنبي لأوتبور على المال، فالمعهد الجمهوري الدولي في واشنطن أوصى لهم بكتب عن صراع اللاعنف للباحث الأمريكي جين شارب، ورتب لأحد زملاء شارب وهو ضابط عسكري متقاعد لإجراء ندوة لهم في عطلة نهاية الأسبوع. لقد وضحت لهم أنه شكل من أشكال الحرب، ويجب أن تفكر فيه على أنه حرب، وإذا قررت أن تقبل بصراع لا عنف فستنطبق مبادئ الحرب ذاتها. نحن نقول الهدف وأنت تقول الجماهير، لتتمكن من حشد قواتك معا في اللحظة الحاسمة وأخذ المبادرة أيضا. فكما تعلم لن تتمكن من الانتصار وأنت في موقع الدفاع، عليك أن تبادر إلى الهجوم سواء كان ذلك في صراع عسكري أو صراع غير مسلح. وجدنا أمامنا الأمور الأساسية ذاتها التي نطبقها هنا، ولكننا لم نكن نعلم أن أحدا ألف كتابا عن ذلك. لذا فقد كانت تجربة مدهشة أن يكون هذا الكتاب في المتناول وأن ترى ما هو مكتوب بشكل منهجي عن شيء طورناه بتجربتنا، وأن نتمعن فيما فعلته حركة غاندي على سبيل المثال. وهكذا فقد انتشر الدرس الرئيسي للكولونيل هيلفي، إزالة سلطة الحاكم. Pokušava da izgleda ili spolja izgleda na isti način. Imate malu grupu na vrhu tog režima koja pod sobom kontroliše razne resurse, razne institucije, razne represivne mehanizme, sudstvo, medije i već sve drugo što može se nabroji. I generalno taj sistem koji se u teoriji zove monolit. I ljudi su gledali u taj monolit i rekli, ali neće se monolit promeniti dok glavu ne odseče. A to se zove revolucija. I mi smo rekli, ne, Otpor je jedan prodemokratski pokret koji ne menja vlast tako što nekom odseče glavu, nego Srbi su narod koji može da promeni vlast na izborima sada i svaki sledeći put, jer to je dokaz da smo civilizovan narod. لا يزال هناك عام على الأقل على الانتخابات، وفي هذه الأثناء تعمل أوتبور على بناء شبكتها باستخدام أسلحة أخرى لتقويض سلطة ميلوزيفيتش. أوتبور تستقطب وتدرب مئات النشطاء الجماهيريين دون أن يكون لها قائد وطني أو لجنة مركزية. ترسل بلغراد الإمدادات، ولكن نشطاء أوتبور المحليين يديرون شؤونهم بأنفسهم. إنها استراتيجية واعية من شأنها أن تحافظ على استمرار المقاومة المحلية حتى إذا تم اعتقاد القيادة في بلغراد. تعتمد أوتبور على الفتية المحليين المعروفين في أحيائهم كأفضل وسيلة لتحريك الاستياء الذي هو أعلى ما يكون في المحافظات. أصبحت المدن الصغيرة مركزاً للمعارضة فيما بلغراد على الهامش. لم تكن هناك وسائل إعلام إلكتروني مستقلة في بلغراد في العامين الأخيرين. كان كل شيء هناك صامتاً على نحو ما، فيما كان الوضع ساخناً جداً في مدن مثل تشاتشاك، نيتش، نوفي ساد، كارالييفو، أوزيتشا. كان الناس مستائين جداً جداً وغاضبين جداً وراديكاليين جداً. في المدن الصغيرة كان أبناء وبنات العاملين مصدر القوة السرية لأوتبور. إنهم لا يرون مستقبلاً لهم في ظل ميلوزيفيتش، وعلى عكس أهلهم لم يكونوا ليفقدوا الكثير إذا عرضوه بشكل صريح.
وفيما تحشد أطبور صفوفها في بلدة إثر أخرى يواجه النظام معضلة، هل يواصل القمع بالشكل المحدود أم يشرع في هجوم شامل؟ في 14 من أيار مايو صعد وزير الإعلام الهجوم فجأة على أطبور في مؤتمر صحفي متلفز. مع وصم أطبور بأنها جماعة إرهابية، أطلق النظام موجة من الاعتداءات والاعتقالات. كانت أطبور تتوقع القمع ومستعدة له، ومع كل اعتقال كان المحتجون يحتشدون بسرعة أمام مقرات الشرطة والسجون. لقد طورنا هذه السلسلة من العمل، فما أن تصل معلومات عن اعتقال ما إلى المكتب المركزي أو المكتب المحلي، يكون هناك نظام لإصدار بيان صحفي وتوفير المساعدة من محامين للشخص المعتقل وحشد أكبر عدد ممكن من النشطاء في اللحظة المناسبة ليتواجدوا خلال 10 دقائق أمام مركز الشرطة. لقد كان بالفعل مهما إنشاء هذا الشكل من التضامن. Обраћамо се управнику централног затвора. Имате 10 минута да нас обавестите о здравственом стању ухапшених. Радојка Луковића. كانوا خائفين منا وكانوا يريدون تصويرنا على أننا إرهابيين فاشيين وربما مجرمين، ولكن عندما يخرج الناس إلى الشارع يشاهدون أعضاء في المقاومة، يرون أن هؤلاء الفتية في حدود 18 أو 20 عاماً. أنا أحد الأعضاء الأكبر سناً، إذ أنني الآن في 27 من عمري، فيقولون ما هذه السخافة؟ هؤلاء الفتية ليسوا فاشيين، إنهم مجرد فتية. لذلك كان من المهم لنا أن نظهر سخافة الدعاية التي يبثها التلفزيون الحكومي. На границе Србије и Црне Горе, као што видите, 30 неких метар и 90 носи наоче терористичка организација Otpor. Носи наоче, то значи да много чета, опасно овој земји четати, водите рачуна. بعد منتصف ليل 17 من أيار مايو احتلت الشرطة أكبر محطات التلفزة في بلغراد ومحطتين إذاعيتين مستقلتين وصحيفة كانت تنتقد النظام. في الصباح اكتشفت المدينة أن أفضل مصادرها المستقلة للحصول على الأنباء قد أوقفت. تجمع آلاف المحتجين خلال النهار في قاعة المدينة. بهذا التصعيد الأخير أثار ميلوسوفيتش آلاف الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن شاركوا في الاحتجاج السياسي. تواصل الاحتجاج طيلة النهار وطيلة الليل وطوال اليوم التالي والمساء التالي. بحلول الساعة 10 كان صبر النظام قد نفذ. للمرة الأولى تتبنى حكومة ميلوزافيتش نهج ديكتاتورية أصيلة على طريقة أوغستو بينوشيه. Thank you.
كانت غلطة النظام الرئيسية أنه وسع من دائرة الناس الواقعين تحت القمع، ولهذا السبب أدى القمع إلى نتيجة معاكسة، لأنه وفقاً لنظرية نيوتن الثالثة للفعل ورد الفعل، عندما ترفع من مستوى القمع تتعاظم المقاومة أيضاً. بعد 10 أيام نظم أعضاء أوتبور من المحافظات مسيرات إلى بلغراد. جاءوا ليضغطوا على قادة المعارضة الصربية لكي يوقفوا مشاحناتهم ويعملوا معا ضد ميلوزوفيتش. أغلب قادة الأحزاب لا يريدون أن يكونوا هنا، ولكن أي منهم لا يريد أن يكون منافسوه على المنصة لوحدهم. إذا بقوا يتنافس بعضهم بعضا كما كانوا دائما فسينتصر ميلوزوفيتش. تريدهم أوتبور أن يعملوا معا، ولكن قادة الأحزاب تعتورهم الريبة والغيرة من تنامي شعبية أوتبور. كانوا قلقين فعلا لأننا كنا نملأ الفراغ السياسي مثل السرطان، نملأ كل الفراغات التي لم يقوموا ولم يكونوا قادرين على ملئها، نعطي كل الإجابات عن كل القضايا التي يسأل الناس عنها والتي لم يكونوا على المهارة أو الكفاءة الكافية لإعطاء الإجابة عنها، ونمتلك أكبر الشبكات فعالية. إن تمنعهم عن لمس راية حركة أوتبور الجسورة تظهر كم سيكون من الصعب عليهم أن يعملوا معا ضد ميلوزوفيتش في انتخابات العام المقبل. في 27 من تموز يوليو يفجر ميلوزوفيتش مفاجأة بدعوته للانتخابات قبل 10 أشهر من موعدها، فهو يعلم أن المعارضة ليست مستعدة وهو في أشد الحاجة لتجديد ادعائه بالشرعية. فهم أن موقفه يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. كان يحاول إنقاذ ما تبقى له من الدعم، هذا جانب، والجانب الثاني أنه كان مستعداً للتزوير، والجانب الثالث أنه كان مستعداً لإبقاء سلطته بالقوة. لا أحد يثق في الواقع بأن ميلوزوفيتش سيجري انتخابات نزيهة، ولكنهم في حاجة ماسة للتغيير. ففي حكم ميلوزوفيتش هبط متوسط الدخل من $800 في الشهر إلى 50، فأغلب المقترعين مثلاً يرتدون أحذية عمرها 10 سنوات. قد يتعرض ميلوزوفيتش للخسارة، ولكن لن يكون صعباً عليه في وجه معارضة مقسمة أن يزور الانتخابات أو حتى يكسبها. الأول من أيلول سبتمبر كشفت المعارضة الصربية عن ائتلاف انتخابي جديد ضد ميلوزوفيتش، وقد طالبت بهذا الائتلاف المجموعات الداعية للديمقراطية مثل أوتبور، وعرض الأمريكيون والأوروبيون تقديم المساعدة فقط إذا عملت المجموعات معا. سمي الائتلاف بالمعارضة الديمقراطية الصربية دوس. تكونت دوس من 18 حزبا تعهدوا بدعم مرشح رئاسي واحد، رجل معروف بالكاد خارج النخبة السياسية في بلغراد، اسمه فويسلاف كوشتونيتسا. كوشتونيتسا محام يقود حزبا صغيرا، وقد أظهر استطلاع للرأي أنه أفضل مرشح للتنافس ضد ميلوزوفيتش، فمزاياه القومية وخطابه المعادي للأمريكيين لن يمكن ميلوزوفيتش من اتهامه بالخيانة. Da ću dati sve od sebe da naša zemlja bude istinska domovina svih svojih građana. Srba, Crnogoraca, Mađara, Muslimana. ستكون الأقليات العرقية في صربيا الفاصلة في انتخابات لا شك ستكون متقاربة. Hrvata i ostali.
يتوجه كوشتونيتسا إلى المدن الصغيرة حيث لا يجرؤ ميلوزافيتش على الذهاب. يتلقى استراتيجيو دوز المساعدة من خبراء أمريكيين خارج صربيا. أفادنا استطلاع الرأي بأن المقترعين كانوا في حاجة ماسة إلى سبب للتصويت ضد ميلوسيفيتش ولحياة أفضل في صربيا. لذا عملنا مع قيادة الأحزاب لكي يدركوا أن عليهم الخروج واللقاء بالمقترعين وجها لوجه، رد السلام على الناس في الأسواق، قرع الأبواب والاتصال عبر الهاتف. ونتيجة لذلك نالوا الكثير من التغطية في الصحافة والتلفزة المحلية، وكانوا قادرين على التعويض عما لم يكن بمقدورهم نيله في بلغراد. الرسالة الإيجابية كانت رؤيتنا لطريقة الحياة الجديدة، لأننا تعبنا كثيراً من حياتنا التي يطغى عليها عدم اليقين، الحروب والضغوط وقمع ميلوسيفيتش. وكان انطباعي خلال هذه الحملة ومن التحدث مع الكثيرين أن هذا ما يريدونه بالفعل وما حلموا به، فلم يكن الأمر أنهم يفكرون فقط بميلوسيفيتش إلى هذا الحد. كوشتونيتسا يقود حملة إيجابية، ولكن شعار الحملة الأكثر لفتا للانتباه كان سلبياً من اختراع أوتبور. غوتوفييه انتهى أمره. كان شعاراً جريئاً ومغامراً وقوياً. ميلوزوفيتش انتهى أمره. بل حتى لم يقولوا ميلوزوفيتش، بل قالوا انتهى أمره. والكل فاهم ما يرمون إليه، وقد فعلوا ذلك مراراً وتكراراً في شعارات مختلفة كان لها تأثيرها بالنسبة لهم. إنهم ينسجمون مع المجتمع بطريقة مدهشة. كوشتونيتسا أدار حملة لوحده، وبقية القادة الحزبيين مثل زوران جينجيتش وضعوا جانباً أنانياتهم وطموحاتهم الكبيرة ليديروا حملات منفصلة بالنيابة عنه. قارع الطبول مجموعة تدعى G17، وهم خبراء اقتصاديون وضعوا الخطة لحملة المعارضة الديمقراطية. كانت ميزة المعارضة في هذه الحملة أنها كانت منتشرة، أوتبور من جهة والمنظمات الأهلية الأخرى من جهة أخرى، G17 إلى جانب أحزاب داس وكوتشينيتسا. كان لدينا 5 حملات، لذلك لم يعرفوا من هو القائد، لذا لم يعرف ميلوسيفيتش إلى من يوجه هجومه. قام ميلوزافيتش بأول ظهور في حملته الانتخابية قبل الانتخابات بأسبوعين فقط. فالصلة الشخصية مع المقترعين لا تمثل أولوية بالنسبة له. ليس سراً أن الحزب الاشتراكي يدفع للناس للحضور إلى اجتماعاته لتحسين الصورة التي يعرضها التلفزيون الحكومي. هيمنت حملة المعارضة على محطات التلفزة المستقلة. Ona ima odličan program koji pouzdano, sigurno i nepovratno skida ovu i slične mrlje. Uzovite mi... Pa samo tu! Vidite, deluje. Konačno, gotov je.
كانت هناك حملة أخرى أقل إثارة، وهي تدريب مراقبين للاقتراع، ولكن ربما كان ذلك أهم من كل الخطابات والدعايات. غطت المساعدات الأمريكية تكلفة حلقات التدريب، حيث يتعلمون كيف يكتشفون ويمنعون تزوير الاقتراع من قبل السلطات ميلوزيفيتش الانتخابية. بحلول يوم الانتخابات كانت الحملة تضم دوس والمجموعات الداعية للمشاركة في الاقتراع وأوتبور وعشرات المنظمات الداعية للديمقراطية وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة. عندما أقفلت صناديق الاقتراع أشرفت كل الأحزاب على عد الأصوات في كل موقع. لا يمكن القيام بأي محاولة لسرقة الانتخابات إلا من طرف المسؤولين في بلغراد. كان هناك 10,000 مركز للاقتراع. يلزم 30,000 شخص على الأقل لمراقبة 10,000 مركز للاقتراع. هل نظموا فعلاً 30,000 شخص؟ بالفعل، إنهم لم ينظموا حوالي 30,000 شخص وحسب، بل نظموا هذا الجهد الرائع لنقل نتائج الانتخابات إلى بلغراد على الفور تقريباً. وبالتالي، فعندما حدث التزييف، كانوا يملكون الأرقام لكشف التزوير. عملت شبكة بريد إلكتروني على إيصال النتائج إلى مركز حاسوب ممول بمساعدات أمريكية. في انتظار جميع نتائج الاقتراع لم يكن هناك الكثير من الشك في النتيجة، ولكن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث فيما بعد. عرفنا أننا سنفوز، عرفنا ذلك، وعرفنا أن ميلوسوفيتش لن يقبل بالهزيمة. كانت ميزتنا أننا كنا مستعدين للخطوة التالية، أي أنه لن يفوز ولن يرضخ لانتصارنا وسيحاول التلاعب بعد ذلك. انتظروا في مقر قيادة الحملة بعد منتصف الليل إلى حين الانتهاء من إعادة عد قوائم الاقتراع. ثم قاموا بإعلان النتائج أملاً في أن يجعل ذلك التلاعب بالنتائج الرسمية أمراً مستحيلاً. يتبقى سؤال واحد فقط، هل سيتقلد الفائز منصب الرئاسة ومتى؟ في الأيام التالية حبست بلغراد أنفاسها، وأعلنت مفوضية ميلوزيفيتش الانتخابية أن أي من المرشحين لم يتعدى نسبة 50%، ودعت إلى دورة اقتراع حاسمة. Vi ćete imati najveći zadatak u životu. Ako stvari stoje onako kako ja mislim da stoje, mi ćemo morati organizujemo proteste. Vi ste trenirani da to sprovedete. Vi ste pravili mrežu po fakultetima. Ovo je vaš protest. Sve što se bude dešavalo je vaše. لقد تدربوا وانتظموا على مدى شهور، وهم الآن يواجهون الاختبار الحاسم لحركتهم غير العنيفة. هل يستطيعون إجبار النظام على التراجع؟ أعلنت دوس وكوشتونيتسا أنه لا ضرورة لإجراء دورة اقتراع حاسمة، ودعوا الشعب إلى الاستعداد لإضراب عام. قبل موعد بدء الإضراب بثلاثة أيام، قدم عمال مناجم الفحم في كولوبارا جنوب بلغراد لكوشتونيتسا دفعة غير متوقعة. لجنة تمثل 17,000 عاملاً صوتت للإضراب على الفور، أملوا أن تلهم خطوتهم هذه بقية البلاد في دعم الإضراب. المنجم الذي ينتج 70% من طاقة الكهرباء في صربيا معطل.
دون الانتظار لمعرفة كيف سيتعامل ميلوزوفيتش مع الإضراب، شرع الصربيون في خطوة عامة تشل الحياة الطبيعية على مستوى البلاد. عرفنا أنه ليس بإمكان ميلوسوفيتش أن يقاوم إلا بدعم من الشرطة والجيش، وعرفنا أنه إذا استطعنا التأثير في الشرطة والجيش من حوله ودفعناهم للتفكير فيما إذا كان عليهم الوقوف إلى جانب ميلوسوفيتش أم الشعب فلن يتمكن من النجاة. وكان مهما لنا أن نوجد رموزا لهذه المقاومة الوطنية الواسعة، ونظهر للشرطة والجيش أنها ليست مجرد المعارضة ضد الحكومة بل الشعب ضد ميلوسوفيتش. عندما حصرت الشرطة والجيش عمال المناجم المضربين، استجاب عامة الناس إلى نداء عاجل لدعم العمال. لقد حضر الآلاف، وهي دلالة إلى الشرطة والجيش أن ميلوزوفيتش قد انتهى. في المدن الكبيرة انضم سائقو سيارات الأجرة على شكل حواجز بطيئة السير ومتنقلة. أوقف سائقو المواصلات العامة حافلاتهم ومركباتهم في وسط نقاط التقاطع الرئيسية. حاولت الشرطة حفظ النظام، ولكن الإضراب يتسع كل يوم. خسر ميلوزوفيتش الانتخابات وحرم من محاولة تزويرها، والآن عليه إما أن يتراجع أو أن يستخدم القوة. لقد دربنا الشعب على عدم مهاجمة الشرطة وعدم استعمال العنف، لأن رسالتنا كانت أنه لا توجد حرب بين الشرطة وبيننا، وأننا وهم معا ضحايا للنظام وليس من سبب لقيام حرب بين الضحية والضحية. ضحية في الزي الرسمي الأزرق وضحية أخرى في الجينز الأزرق، ولكن ليس هناك من سبب لسفك الدماء. دوس ومؤيدوها غاضبون ومثابرون، ولكنهم أيضا صبورون ومصممون على تجنب سفك الدماء أثناء تصعيد خطواتهم ببطء. كان مهما جدا أننا أعطينا فرصة لأولئك الأشخاص في السلطة لفهم ما يجري، فلم تكن مجرد ثورة ليوم واحد، بل كانت 10 أيام مع تصاعد الضغط يوميا، وأصبحت صربيا مشلولة الحركة تماما. في النهاية كان واضحا أن الأغلبية ضد ميلوسوفيتش. بعد 10 أيام على الانتخابات، لا يكاد أحد في بلغراد يدرك أن نقطة التحول قد دنت. قبيل الفجر تقريباً تحرك الصربيون للتجمع في العاصمة من كل اتجاه. خطط لهذه العملية بهدوء، وقادة دوس عبر البلاد. استعد قادة المواكب للمقاومة من جانب الشرطة وأحضروا الجرافات لتخطي الحواجز إن لزم الأمر. في 9 صباحاً أحد المواكب بقيادة عمدة تشاتشاك في بذلته الرياضية وجد أن الطريق مغلق كلياً من جانب الشرطة. Dobro, ćemo li mi da preduzimo akciju da vi ništa se ne mešate?
Vi vi ste vaše uradili pod naređenje, mi ćemo naš, znači nemoj samo vidite. Imate šansu da nam se priključite ljudi, ja. Znači, i plomiće kamione bez veze. Evo, recite im da ne lome kamione, znači nema nikakve intervencije ništa. Kad dođe starešina, sačekajte, strpite se. Ma nema, čekajte, dođe večeras. Svakog trenutka dolazi, dogovorite se. Jel može tako? Ne, može. Recite ljudima. تعب الرجال في موكب تشاتشاك من التفاوض فأزالوا الحواجز بأنفسهم. هؤلاء الناس الذين جاءوا من مدن مثل تشاتشاك أو أوجيتسا كانوا على استعداد لعمل أي شيء. لم يكونوا مجرد متظاهرين مدنيين مثل معظم أهالي بلغراد، يخرجون إلى الشوارع ويهتفون ثم يعودون إلى البيت. لا، جاء هؤلاء الناس إلى هنا لعمل شيء ولن يعودوا إلى بيوتهم قبل أن ينهوا. كانت تنتظرنا في بلغراد وحدات خاصة للمهام المضادة للإرهاب. كانوا يتعاونون معنا عن كثب، وكنا نجري اتصالات لاسلكية معهم كل 10 دقائق. ثم كنت أنقل المعلومات إلى زملاء المواطنين. الشرطة معنا، سيقفون إلى جانبنا في أي لحظة الآن. مع تقدم ساعات الصباح اتضح أن الشرطة تقيم الحواجز ولكن لا تدافع عنها. وصلت المواكب من الجنوب إلى بلغراد في حوالي 11 صباحا. أما نقطة التقائهم فقد كانت مبنى البرلمان الفيدرالي. بقي العمدة إليتش على صلة بالمواكب التي لا تزال في طريقها. خططوا للتجمع لاحتلال البرلمان بلا عنف في 3 بعد الظهر. من خلال قنوات اتصال خلفية مع القادة تم التأكيد لدوز أن قوات الأمن ستقف جانباً، ولكن لا أحد يعتبر هذا ضمانة أكيدة. لم نكن نعرف ماذا ستكون ردة فعل الشرطة. علمنا أن جزءاً من الشرطة لن يقف في معارضة الشعب، ولكننا لم نعرف عن البقية. الشرطة كانت مرتبكة جداً. لم يتحل الحشد من تشاتشاك بالصبر، فتقدم قبل وصول المواكب الأخرى، ولكن تم ردهم بسهولة. ما لم تعرفه الشرطة أن مئات آلاف الصربيين لا يزالون في طريقهم إلى بلغراد. المزارعون والعمال الذين أيدوا أوتبور والعازمون على الحلول دون أن تسرق أصواتهم. بعد ساعات من وصول المواكب الأولى إلى العاصمة وصلت الأنباء إلى مواطني بلغراد، فخرجوا إلى الشوارع يهتفون أنهضي يا صربيا. في ذلك اليوم كان الكل في مكان واحد. قادة الدوز يراقبون الآن قنوات الاتصال اللاسلكي للشرطة ويصغون إلى الأوامر تعطى للشرطة ويصغون إلى الأوامر تعطى بتفريق الحشود.
ولكن شيئا لم يحدث. في الواقع لم يقصدوا أن يقوموا بأي شيء، ببساطة تجاهلوا الأوامر وراقبوا ما يحدث. وعندما أدركوا أن هناك مئات الآلاف في شوارع بلغراد، وأن المزيد والمزيد قادمون من كل أنحاء صربيا، أدركوا أن هناك نوعاً من الانتفاضة في هذه البلاد. طبعاً كانوا يعرفون أن اللجوء إلى أي شكل من العنف ضد هؤلاء الناس سيكون دماراً ذاتياً. أدركوا أن معنى ذلك أنهم سيكونون الخاسرين مع ميلوزوفيتش، ولم يشاءوا لذلك أن يحدث. كتب أحد الصحفيين: لم يأمر قادة الشرطة والجيش قواتهم بإطلاق النار، لأنهم عرفوا أن أبنائهم هم كانوا في هذه الحشو. وجدوا داخل المبنى الآلاف من أوراق الاقتراع المعدة مسبقاً باسم ميلوزوفيتش. حسناً، كسر عدة نوافذ وإشعار حرائق في البرلمان، هذا ليس بشيء بالمقارنة مع الفترة السابقة هنا، وما فعله ميلوسوفيتش هنا، وما فعلته دول البلقان الأخرى هنا، وما فعلته الولايات المتحدة بقنابلها هنا. لقد كان هذا كأنه لعبة أطفال. اثنان فقدا حياتهما في الاستيلاء على هذا المبنى، رجل مسن أصيب بسكتة قلبية، وآخر توفي في حادث مرور. لا أحد شاهد ميلوزوفيتش لمدة يومين، ولكن ما من شك أن أمره انتهى. لقد استولى الشعب على السلطة. ما كنا بحاجة له كل الوقت لم يكن التهديد بالقوة أو اللجوء إليها، بل أن نهدد قبضته على السلطة، وتم تحقيق ذلك بأفضل شكل عبر القوى الديمقراطية داخل صربيا. كما تعلم، الدرس الرئيسي هنا أن ائتلافاً عريضاً من الاحتجاج الشعبي اللا عنفي يستطيع التخلص من الدكتاتورية في وقت أقصر بكثير من كل الأعمال السرية على وجه الأرض. أعتقد أننا نجحنا لأننا ببساطة أحببنا الحياة أكثر منهم. على العموم، كان هؤلاء الأشخاص دعاة للموت، فكراهيتهم ودعايتهم ولغتهم كانت تفوح برائحة الموت. ولقد انتصرنا لأننا كنا أكثر حباً للحياة. لقد قررنا أن نحب الحياة، وليس بإمكان أحد أن يهزم إرادة الحياة. هذا ما فعلته أطبر. كنا مجموعة من عشاق الحياة، وهذا هو سبب نجاحنا.